أهلا فيك يا حبيبتي. شاردة، قد ما تضايقنا وعصبنا من أولادنا ما لازم نحرمهم من رضانا، خصوصي إنهم هلأ ببيتك. وكمان تيجس فيني تعذبت كتير وتعبت من يوم عرسها هلأ، والمسكينة داقت وجع كتير كبير، وهي بحاجة كبيرة لألكن هلأ. بعد إذنك، أنا حابب لك أني ندمان مع كل القصص اللي صارت معك بالقصر بغيابي، ولو سمحت سامحني على كل اللي صار. أنت بتعرف منيح أنه رح نساوي مراسم الاحتفال عنا بالقصر بحضور شخصيات معروفة، وأنتوا هلأ صرتوا قرايبيننا، وبتشرف بزيارتكم لعنا على القصر. شكراً لك على العزيمة، بس بظن ضيعت وقتك بالجاي لعنا. شو بدي روح أعمل ببيت الشخص يلي قتل زوجي؟ ماما؟ روقي شوي تجاسفيني، أمك معصبة هلأ. بس إبراهيم، تجاسفيني، لما أهلنا يعصبوا بسببنا ما لازم نحكي أي شيء، لازم يحكوا كل شيء بقلبهم. خلص بريم، خلص خليني أحكي مع أمي شوي. النقاش ما رح يصلح شيء، رح يخلي الأمور تصير أسوأ. ما تحكي أي شيء، فهمتي؟ أمي، أمك مفكرة زوجها شخص بريء، وبنظرة أبي هو اللي سيء، وهذا شيء طبيعي كتير. نظرتها لزوجها إيجابية، ولهيك طبيعي أمك تكون معصبة منها كتير هلأ. هي شايفة إنه نحنا أنانيين وما عنا أخلاق، وهن ناس نضاف وبريئين وما عليهم حق بالمرة، هيك برأيي؟ بس أنا وأبي كنا شايفين غير هذا الشيء. شو بدنا نعمل إذا تفكيرك هيك؟ نحنا ما دخلنا، هاي الشغلات ما بتهمني أبدا. تجاسفيني، أنا بيهمني كيف أنت بتشوفيني وكيف نظرتك لألي وبس. تعرفيني وبتعرفي أبوكي من أي نوع كان، وأنت عمي ما بتعرف كيف كان صهرك، ما بتعرف إنه كان ضابط سيء وكان يرتشي. تجاسفيني، تتذكري لما كان أبي يجي يطلب إيدك لألي كتير يكون محترم مع عيلتك، وبتعرفي منيح إنه عيلتي كلها لهلأ ما تقبلوكي، ما هيك؟ بس أنا وأبي واقفين جنبك رغم معاملتهم السيئة معك، وما سمحنا لهم يغلطوا. وهلأ ليك كيف أهلك عم يتعاملوا معي ومع أبي بطريقة بشعة، وما احترمونا أبداً.